يكون الأخمص لازق بكتفك لزق، لأنه إذا قوصت والأخمص مو لازق بكتفك بيكسروا هذا الكتف، فما خلي لازق فيه. ليش فيها خرطوش؟ لك هلا تدري ما فيها خرطوش هلا. تعي بي اعطي البالون لاختك، تعي. ما بدي انا بخاف، بلكي فعد فيه. لشو قنبله هي، تعي هون. حاضر. سيك خذها لجوا، خذ اخواتك لشوف مين. اوام اوام هون في. مرحبا سيد مروان. يا اهلين وسهلين بالشباب، اهلين. كيف الصحه؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا، شرفوا شرفوا. اهلين وسهلين، شرفوا. يلا يلا شرف. يا اهلين وسهلين، يا اهلين وسهلين، يا اهلين. ايه سيدي من اولها باروده وينها؟ جيب لنا اياها بدنا نشوفها. جوا مرخصه الباروده. بتعرف انها مرخصه، بدنا نشوفها جيبها. ليش في شيء؟ بدنا نشوفها. ايه طيب. هيثم هيثم. نعم بابا. جيب الباروده واعطينا خرطوشتين من الخرطوش تبعك. ليش؟ بعدين بتعرف. هات خرطوشتين هلا. حاضر. لك يا هيثم، هيثم جيب خرطوشي وكالي وخرطوشي دك. ما عندي وكالي، كله دك. لك يا هيثم. ماشي. بارد سيدي. وين كان ابوك امبارح؟ بالصيد سيدي، ما خلى خرطوش يعطر عليه، قوص كل العصافير سيدي. انصرف. شكرا سيدي. عم يقول لك انصرف. وين كنت بالصيد امبارح؟ بالنشابية. ليش ممنوع؟ لا مو ممنوع. مين كان معك؟ المغضوب ابني هيثم. والخرطوش وينه؟ لك يا جندل، جندل. كنت مع ابوك بالصيد؟ لا بس اخي هيثم. صرف. الله لا يوفقك. بدنا ناخذهم معنا وبعدين بنرجع لك اياهم اذا ما في شيء. طيب ممكن اعرف شو القصه؟ اطمن، لا تخاف اذا مو عامل شيء. لا مالي خايف، بس مشان ما يضل بالي مشغول. لا 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 تشغل بالك. شو مفكر بالي بيشتغل على الزر هيك سوقت فيه يعني؟ لا بس مشان يعني اعرف شو القصه. اي ما راح اقول لك شو القصه. ما سمعت بشي اسمه سرية التحقيق؟ سمعت. عم تطلعوا فيه هيك؟ شو ايش عم تطلع فيكي؟ صبي له مرة تانية يعني؟ مروان ما شاء الله صرت صابت لهم ثلاث مرات، كم مرة بدي صب لهم؟ بكفي هيك ماما؟ ايه؟ لا ما بكفي، ما شبعوا، ما شبعوا، الجيوش تزحف على بطونها بدهم أكل. لك ما اختلفنا الجيوش تزحف على بطونها، بس الطناجر ما بتوزع أكثر من كيلو رز، شو أعمل يعني؟ خلصت الطنجرة؟ خلصت شو نبعة؟ شو يعني هلا بدنا نروح ناكل عند الجيران يعني؟ خلاص ولا؟ حطي لهم حواضر. ما ضل حواضر. كل هالأطرميزات وين لك؟ الأطرميزات ما شاء الله حولهم وحواليهم ولادك نزلوا فيها هتتك بتتك. وإمتى؟ بين الوجبات يعني. واحدهم ما شاء الله بينزل بالأطرميز لباطه لهون. لا تخيليني حياة، لا تخيليني. لو هالحكي صحيح اللي عم تحكيه كان كل واحد كرشه قدامه متر، ما في ولا واحد له كرش. لأنهم مثل السمرمر بياكلوا وبيهرهروا، ما بيضل جواتهم شيء. قوم افتح الباب ولا قوم. إذا ما ضل أكل هاتوا مصاري، بفتح الباب وبطلع على المطعم بشتري كم صدوشة فلافل. قلت لك قوم افتح الباب هلا بعدين بتتحورى. أبوك هون؟ هون هون أبي. إيه بدك تروح أنت وياه معنا على المخفر. أنت وياه على المخفر؟ أنت وأبوك. أنا كمان. إيه لكن ما كنت أنت وياه بالصيد؟ أنا؟ العيار اللي صاف فيه الرجال نفس نوع العيار تبعك ونفس السلاح، منشان هيك نحن عم نتهمك، مو عم نتصلبط عليك صلبطة. سيادة المساعد، ثلاث ارباع بواريد البلد مثل باروتي، والكل بدك نفس الخردو. بقى يعني هذا مو دليل كافي مشان تتهموني، ما هيك؟ أكيد نحن ما عم نتهمك بس مشان هيك، نحن عنا دلائل أخرى. دلائل إيش كمان؟
ما حدا كان عم يصيد بالتشاري غيرك، هذا حسب أقوال الشهود وحسب اعترافك الشخصي، مزبوط؟ مزبوط سيدي، بس نحن ما التقينا ولا بني آدم هنيك، يعني شلون بدنا نقوس على شيء ما شفناه بالمرة؟ بركي هذا اللي فكرناه واوي. أنا واوي ولا؟ خلاص خلاص سيدي، مزحة مزحة مزحناها، لا كان في واوي ولا شيء يعني. اطلع لبرا مروان إذا بتريد. سيدي هذا ولد يعني ما عرفت كيف؟ يعني عم يمزح وما بيتاخد على كلامه يعني. قلت لك اطلع لبرا انصرف. هلا بيورطنا بشغلة مو عاملينها بنوب نحن، عرفت كيف؟ يعني نحن ولد هذا أجدد. اطلع لبرا العمى، شو ما بتفهم أنت؟ وين رايح؟ آه يا سمتا، أنت اطلع لبرا. تا حبيبي تا، لا تخاف تا. احكي لشوف. شو بدي احكي عمو؟ كل شيء. ما بعرف يا عمو. وشو قصة الواوي اللي كان ورا الصخرة؟ ما كان في واوي قفل الصخرة. ما كان في واوي، لكن شو كان في؟ بني آدم؟ واوي. واوي؟ هلا قلت إنه ما كان في واوي. يا واوي يا مو واوي، يعني كان في شيء، بس شو يعني واوي أو مو واوي؟ حزيرة هي. لا هو يا عمو في شيء فات قفل الصخرة. ايوه. أنا ما شفت شيء بس أبي شافه. أبي فكر واوي. فكروا يعني هو مو واوي. سيادة المساعد أنت ليش بدك تزلقني؟ أبي فكر واوي بس هو يمكن مو واوي، يمكن ضبع، يمكن كلب، يعني أبي خربط بين حيوان وحيوان، مو بين حيوان وبني آدم. وليش ما ذكر الحادثة لما حكى؟ ما بعرف، بجوز مشان ما تدبق فيه مثل ما مدبق فيني. يا رجل لا كان لا في لا واوي ولا بطيخ، أنا عملت كل هالقصة مشان أعمل حالي صييد. يعني معقول أوس واوي وأتركه ورا الصخرة؟ هي علة كل الصيادين، الكذب. بحياتي ما شفت صياد مو كذاب. يعني ما بيصير مشان كذبة اتهم بقواس بني آدم. منشان تاني مرة تتعلم. شو صار معك ولا؟ شو بده يصير معي يعني؟ اعترفت. الله لا يوفقك، مش اعترفت؟ إذا ما اعترفت ما راح يحل عني. دخل مروان يا صابر وحجز لي هيثم. حاضر سيدي، فوت 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 ولي باين انتو معصب. تعال عندي تعال. طول بالك علي. راجع لك. ايه وهلا سيدي على شو بدي احلف لك انه انا ما دخلني بشي؟ انت صحيح ما دخلك، بس انا بحملك المسؤوليه الك بالدرجه الاولى. سيدي هذا ولد لا تصدقه، يعني هذا لسه مو بالغ، كيف تاخذ كلامه محمل الجد؟ انا ما قبضت حدا. نحن اعطيناك الرخصه الك، ما كان لازم تخلي الباروده توصل لايده. لايد مين؟ لايد ابنك. لو ضليت معلق بكتفك ما كان صار اللي صار، بسبب اهمالك ابنك قوصه للرجال. ومين اللي قوصوا للرجال؟ خلاص خلاص ما في داعي تخبيه، ابنك حكى لنا القصة بالتفصيل. قصة شو؟ شلون أخذ البارودة لما رحت تعمل كاسة شاي وشلون قوصوا للرجال؟ ابني هيثم حكى لك هذا الشيء؟ ايه ابنك. سيادة المساعد يعني بتصدق حكي ولد مثلها؟ وليش لحتى ما صدق؟ كل الدلائل متوفرة، ما كان ناقصنا غير الاعتراف وابنك اعترف. يعني أنا يعني بظن إنه ابني حكى هيك مشان يغطي علي، أنا اللي قوصت مو هو. ابنك اللي بده يغطي عليك ولا أنت بدك تغطي على ابنك؟ لا أنا عم أقول لك الحقيقة والحقيقة فقط. صابر دخل لي هيثم. مين اللي قوص على الرجال؟ أنا أطلقت النار. الله يوفقك. لك شلون أنت؟ لك شلون أنت يا؟ ولا انا خليتك تكبش البارودة كبش، بس انا اللي قوصت. انا اللي قوصت لما رحت انت تساوي الشاي وما انتبهت علي. لك بلا حكي فاضي ولا انا شاي بالبرية. سيدي انا اللي قوصت. سيدي لا تصدق، انا اللي قوصت. لا تصدق لا تصدق، برجيك بالبيت. سيدي انا اللي قوصت. انا اللي قوصت. دوختوني دوختوني انتو الاثنين. هلا انا مو المهم عندي اعرف مين اللي قوص بالتحديد، انا المهم عرفت الجاني. اتفقوا انتو الاثنين، خلوني اعرف مين بدي اتهم. شوف لي هالوش سيدي، شوف لي هالوش.
الحمل الوديع، هذا بيعرف يصيب شيء؟ صبته بالصدفة سيدي. أنا صدفة؟ بكافة الأحوال أنا المسؤول. إذا بتحب تكمش واحد بريك مشو. أنا شايف راح أكمشكم أنتوا الاثنين وأخلص بقى. شفتوا لا؟ شفتوا لا؟ مشان شهامتك. بليتنا نحن اثنين. شو قصدك؟ آه؟ ما قصدي شيء سيدي. بس ابني طبل، طبل كبير يعني. حب يعترف مشان ينقذني، وأنا أطبل منه، حبيت أعترف مشان أنقذه. بكل الأحوال المي بتكذب الغطاس، نحن بعتنا ورا الرجال وهلأ بيجي بيقطع الشك باليقين. يعني لساته طيب؟ ليش خفت؟ آه؟ سيدي أنا ما خفت، فرحت، فرحت كتير كمان. فكرت الشخص اللي عم تحكي عنه قتيل لا سمح الله، خليه يجي. سيادة المساعد، من أول عرضونا عليه طالما بيعرف مين قواص. خلاص ولا؟ خلاص؟ سيادة المساعد بيعرف شغله. ادخل. إجا المصاب سيدي. فوت يا علاء فوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اطلع لي منيح فيهم، شوف لي مين اللي مين اللي قوصك. سيدي هالشوارع تقليد شي. شو تقليد؟ نخب اول هدول اصليات. مساك انت وياك كل واحد من طرف، اذا بدكم شدوا العبوا فيهم شد حبل مشان تاكدوا ليك. خلص خلص مصدقينك، انت ليش عم تسال عن الشوارب؟ اه سيدي لانه اللي قوصني ما له شوارب. ما له شوارب؟ وليش ما ذكرت هالشي بالمحضر؟ كنت وفرت علينا بلاوي. سيدي ذكرت. معناتها صابر نسياني سجل. يلا مو مشكلة. مو مشكلة. مو مشكلة طبعا مو مشكلة. بتسمح لنا نتسهل سيدي؟ ايه طبعا طبعا. يا صابر عطي البارودة. وانت كمان الله معك. مشان الله من بكرة الصبح بتدبر لها بيعة، مو ناقصنا مصايب نحنا. لك ما في مصايب ولا شيء، بس لو ما هالجحش يعترف هذا ما كان حدا قرب صوبنا. دبا قلت لحالي اعترف وخلصنا. قوم العب من هولا على الغرفة تبعكم. يلا رمل هلا شو؟ يلا شو ها؟ يا مروان عن جد عن جد إذا بدك ببس لك إيدك، بس خلصني من هالبطيخة. خلص طولي بالك رح خلصك منها، بس لحتى أشبع منها. ما شبعت. أنت بدك تشبع منها؟ لحتى تروح لك أربع خمس قتلة؟ لا لا، من يوم ورايح قررت أوز على الطاير. بش 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 بش. الله يجيرنا. ابصر شو عم يستنانا لسه لقدام. لك لا عم يستنانا ولا شيء، خلص انت. بتعرفي حياة؟ شو؟ هالولد رغم انه اعترف وتجحشها بس كبر بعيني، رجال معدل، ضحى بنفسه منشاني. والله شايفتلك نحن كلياتنا رح نضحي مشانك بس لحتى ترتاح قيمة بقى.